وما زلنا مع ضيوف الرحمن، حيث تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة أعمالها لاستقبال الحجاج المصريين، وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 1513 حالة بالعيادات الطبية بمكة المكرمة. كما حولت البعثة 18 حالة للمستشفيات، تم خروجهم عدا 3 حالات مستقرة وتتلقى العلاج، وتقوم فرق الطب الوقائي أيضا بعمل ندوات توعوية للحجاج بمقر إقامتهم. مع تزايد وصول ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء فرضة الحج، ومنهم الحجاج المصريين بمكة المكرمة، ارتفعت مع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطب الوقائي بالبعثة الطبية المصرية، وذلك بالمرور والتواجد في مقر إقامة الحجاج المصريين لإقامة البرامج والندوات التوعوية في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس والتغذية الصحية السليمة خلال أدائهم المناسك. بنبدأ نتواصل معهم باستمرار وكل يوم عن طريق اللي احنا نوصل لهم في أماكن تجمعاتهم، أماكن إقامتهم، أماكن الصلاة في المساجد، وأماكن الندوات في أماكن التجمع إذا كان في مطاعم أو كده. أهم الرسائل اللي بنوجهها لهم إزاي يقدر يقضي حج سليم بالتغذية السليمة بالصحة السليمة، يحافظ على نفسه من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إزاي يقدر يتعامل مع الأمراض المزمنة اللي عنده، لو حس بأي أعراض من الأمراض إمتى يتوجه للعيادات وإيه أماكن العيادات، وازاي يقدر يتواصل مع الاطباء في اي وقت. دي اجراءات لازم ياخد باله منها كلها علشان يقدر يحافظ على صحته سليمه جدا ان شاء الله، ويقضي الحج بطريقه سليمه ويرجع لارض الوطن بالسلامه ان شاء الله. نوصي ان احنا نلبس الماسك في المناطق المزدحمه جدا لتقليل العدوى بالامراض التنفسيه. ثالث حاجه ان انا لازم اوصي بالتغذيه السليمه، التغذيه السليمه دي حاجه مهمه جدا، وشرب السوائل لان ده بيمنع الجفاف، بيمنع عندي حاجه الاجهاد الحراري، يمنع عني ضربات الشمس، يمنع عني كثير من الأمراض المعدية اللي بتنشط بسبب ضعف الجسم من ضعف السوائل وضعف التغذية. كما تتواصل أعمال البعثة الطبية المصرية في تقديم الخدمات العلاجية على مدار الساعة للحجاج المصريين أينما كانوا. معظم الحالات اللي اشتكت النهاردة عبارة عن إجهاد عضلي، ضربة شمس، متابعة سكر، متابعة ضغط، أصحاب الأمراض المزمنة، لكن الحمد لله الحالات كلها ليس بها أي إصابات أو أي شيء، كلها تمر بسلام من داخل العيادة الموجودة بالفندق، ولا يوجد أي تحويلات لأي مستشفى ولا أي إجهاء أخرى. الحمد لله الأمور ماشية بتمام. إحنا متواجدين النهاردة من 8 الصبح إلى الآن، وما زال عمل مستمر على مدار 24 ساعة. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة. حاجة كويسة إن أنا أنزل الساعة 1 ألاقي الدكتور متواجد وأسأله ويديني العلاج ويديني نصيحة الساعة 1 بالليل. كويسه جدا. كنت هدور اروح فين؟ ادينا ارشادات ان انا ما نمشيش في الحر علشان الاحتباس الحراري، وحط حاجه على راسك وانت ماشي، وما تقربش ايدك من عينيك دايما. معلومات كلها مهمه ومعلومات يعني قيمه نستفاد منها كلنا ان شاء الله. طبعا لازم الارشادات دي اهم، مهمه جدا. في ستات برضو كبيره، في ناس محترمه واخد بالك، تقدر هي يعني تستفيد من المعلومات دي. فرحانه قوي وسعيده قوي، وعاوزه كل الناس تحج. على الرغم من الخدمات العلاجية التي تقدم للحجاج المصريين على مدار الساعة، إلا أن الإجراءات الاحترازية والوقائية هو ما تحرص عليه البعثة الطبية لتوفير أجواء صحية آمنة لضيوف الرحمن. محمد حلمي، التلفزيون المصري.